الرحمن الرحيم. النبي يبين عليه الصلاة والسلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ويختبئ اليهود وراء الشجر حجر، وينادي الشجر الحجر: يا عبد الله يا مسلم، إني وراء يهودي، تعالى فاقتله، إلا شجر الأرض الأخضر فهو من شجر إسرائيل. فهو كلام النبي صريح وواضح: عمر ما ترضى عننا إسرائيل، وعمر ما يبقى فيه فوق بيننا وبين بعض، لان النبي اوصى بكده: ولن تقوم الساعه حتى نقاتلهم ونحرر القدس ان شاء الله رب العالمين. اسم حضرتك؟ الشيخ محمد عبد النبي من العجزية بطرشين جيزه. اهلا. مرحبا. تكلم براحتي صح؟ اه طبعا. فينا كده فينا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لإخوان المصريين إن الصورة دي حاجة كويسة جدا والله، ربنا أكرمنا بيها والحمد لله، ولكن التغيير يجي من نفسنا إحنا كمان، لازم كل واحد يغير من نفسه، ما ينفعش إحنا شلنا حسن مبارك ده واحد أو مثلا مجموعة، لازم إحنا كمان نغير من نفسنا، مش هيجي النصر وإحنا بحالتنا دي أبدا. النصر كلنا نحب بعضينا ونطيع ربنا عز وجل ونبتعد عن معاصي ربنا عز وجل. من هنا النصر، إسرائيل دي قوية بضعفنا، مش قوية كده. ايه عن اسرائيل؟ هي قوية عشان احنا ضعفة. لازم نبدأ التغيير يا جماعة، كل واحد يغير من نفسه، كل واحد يحب جاره يحب اخوه، اللي بيسرق يبطل سرقة، اللي بياخد رشوة يبطل رشوة، يبتدي صح. هنا البداية.